مدح السلطان يقلل من قيمة الشاعر. أنت تقول لازم نفرق بين السلطان إذا كان عادل وإذا كان جائر. بالضبط. يعني اليوم الوضع السياسي احنا اللي انت تحدثت عنه قلت متغير، واليوم الجهة الفلانية كذا باكر غير شكل، غير شكل بالضبط. هاي مو مجازفة؟ واتحدث عن السلطان السياسي حتى اخصص لك اياها، يعني بغض النظر عن المواضيع، المشايخ وكبارنا وناسنا، السلطان السياسي اللي عنده نفوذ سياسي واللي مشترك بالعملية السياسية، وانت قصائدك على الاحزاب وعلى السياسيين وعلى البرلمان كلش واضحة وصريحة، لكن عندك قصائد مدحت بها سياسيين وقد يكون وزراء، قد يكون لهم فد باع كبير بالسلطة وانت مدحتهم. انت هسه من تقول قصائد وكأنه انا عندي ألف قصيدة، انا يمكن ما مدح غير شخصيتين او واحدة او اثنين. حلو. اما انه مجازفة، لا مو مجازفة، ان لما السلطان يسوي خير اكتب له قصيدة واقول له سويت خير، وبنفس الوقت بس يسوي شر اكتب له قصيدة واقول له انت سويت شر، اكتب عليه قصيدة. مو مجازفة، هذا وظيفتنا، حتى اذا يسوي خير يشوف رد فعل الناس انه مرحب بهذا الخير.